اهلا بيكم. واجهتنا دلوقتي عن منتخب مصر لشباب كرة اليد، واللي رفعوا اسم مصر عاليا بعد تحقيق برونزية كأس العالم لكرة اليد للشباب واللي اقيمت في اسبانيا مؤخرا. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب ان هو يكرم ابطالنا وشبابنا اللي قدروا ان هم يحققوا ارقام قياسية خلال البطولة دي، تتفوق على منتخب فرنسا بطل العالم في نسخة 2019. شبابنا رغم حصولهم على البرونزية والمركز الثالث، لكن هم قدروا انهم يحققوا انجازات كبيره اثناء البطوله. معايا النهارده اثنين من المنتخب، هنتكلم عن تكريم الرئيس لاعضاء المنتخب والجهاز الفني، وكمان عن الصعوبات والتحديات اللي واجهتهم خلال البطوله، استعدوا ازاي لتمثيل مصر في كاس العالم القادم كمان، او هيستعدوا ازاي في كاس العالم 2021 واللي هيقام في مصر. اسمحوا لنا ارحب بضيوفي الكابتن شهاب عبد الله لاعب منتخب مصر لكره اليد للشباب والعائد من البطوله. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. شرفتونا واسعدتونا. ربنا يخليك. شكرا. شكرا ليك. معانا كمان الكابتن محمد سليمان المحلل الفني لمنتخب مصر لكره اليد للشباب وعضو الجهاز الفني. يا كابتن محمد الف مبروك. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. الحمد لله. يعني اسعدت المصريين جميعا الحقيقه بالاداء المحترم المشرف للاعبتنا وابطالنا وبكل الانجازات اللي حققوها الحقيقه والارقام القياسيه. حسن الظن ان شاء الله. دايما باذن الله. طيب اسمح لي انا هبدا بكابتن شهاب وعايز ابدا بالتكريم. يعني كلمنا عن لحظه التكريم بقى من السيد الرئيس بالنسبه لك وبالنسبه لكل زمايلك لما كرمته في مؤتمر الشباب. طبعا احنا في اخر يوم في البطوله، احنا ما بناخدش موبايلات كده كده، فمش متابعين شويه الاجواء في مصر عامه ازاي يعني. فاحنا واحنا راجعين على مصر في المطار عرفنا ان احنا عندنا تكريم من سياده الرئيس في مؤتمر الشباب ثاني يوم. طبعا احنا مش هكدب على حضرتك، احنا اتفاجئنا بحاجه زي كده، لان هو اول باول زي ما بيقول يعني، مجرد ما نزلنا المطار عرفنا ان احنا عندنا تكريم ثاني يوم. فدي بالنسبه لنا كانت مفاجاه، ويعني يمكن اجمل مفاجاه لينا على مدار البطوله كلها. بس فاحنا كنا مبسوطين جدا وفرحانين ان احنا بانجازنا ده خلينا سياده الرئيس يقدمنا ويكرمنا ويحتفل بينا على كلامه. طبعا شايف ازاي يا كابتن محمد يعني حرص الرئيس على ان هو يكرمكم ويكرم ابطالنا في مؤتمر وحدث مهم زي ده وفي وسط الالاف من شباب مصر؟ بص الحقيقه هي الموضوع بدا كده مش من هنا. لو احنا في اسبانيا هناك اول ما خلصنا المباراه الفاصله بتاعت الثالث والرابع واحنا تقريبا لسه في اوضه اللبس، اصحابنا هنا في القاهره بعتوا لنا بركيه السيد رئيس الجمهوريه نازله في كل القنوات ان السيد الرئيس ارسل بركيه تهنئه للفريق واشاد بالفريق وبالتزامه وبروحه وكده. فطبعا حقيقة طبعا بالنسبه كان لعيبه وكفرقه احنا لسه في اوضه اللبس بعد المباراه، يعني لسه اللعيبه زي ما تقول ايه يعني بتعب الماتش ويلاقوا بركيه تهنئه جايه من رمز الدوله من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا كانت حاجه جميله جدا. يوم التكريم لما روحنا طبعا كانت لحظه جميله جدا ان احنا نقف مع رئيس الجمهوريه قدام الملايين دي كلها، حسينا ان احنا عملنا حاجه ليها قيمه. يعني فعلا مجهودنا وتعبنا حسينا بحصاده في اللحظه دي لما وقفنا على المسرح مع السيد رئيس الجمهوريه. طبعا بنشكره على التكريم الجميل ده، شرف كبير جدا لينا يعني. طبعا ايه الرساله يا كابتن شهاب اللي وصلت لك اللي حاسس ان الرئيس كان عايز او قاصد ان هو يوصلها من خلال تكريمكم في المؤتمر الوطني للشباب؟ يعني الرساله اللي وصلت لنا كلنا ان يعني ان احنا فعلا عملنا انجاز وقدرنا نحقق حاجه لبلدنا، خاصة زي ما بقول لحضرتك ان الموضوع ما فاتش عليه كتير من الوقت يعني. فالرسالة يعني اللي هو احنا هنهتم بيكو، احنا هنكرمكو، احنا هنحتفل بيكو، كل دي رسائل وصلت لنا في وقتها في ساعتها يعني. الاتحاد الدولي كمان يعني الكرة اليد اشاد باداء المنتخب المصري منتخبنا، قول لي الاشاده دي بتمثل ليكم ايه؟ شيء طبيعي طبعا اسعدتنا جدا. احنا شفنا طبعا الجواب اللي مبعوث من الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي دكتور حسن مصطفى اشاد بيه باللعيبه بالجهاز بالالتزام بالشكل الفرقه. شيء طبيعي اسعدنا جدا جدا، حسينا ان احنا الحمد لله كنا يعني نقول خير سفراء لبلدنا بره يعني. الحمد لله. الحمد لله. طب يعني انا عايز اعرف الاستعداد للبطوله اخذ منكم وقت قد ايه يا كابتن شهاب؟ قعدتوا تجهزوا ليها قد ايه؟ احنا بدانا يعتبر استعداد فعلي للبطوله من بعد بطوله افريقيا السنه اللي فاتت. احنا من بعد ما خلصنا بطوله افريقيا والحمد لله كسبناها قفلنا الصفحه وخلاص احنا عندنا كاس عالم اللي هي البطوله اللي بعدها. فاحنا يعني بقالنا حوالي سنه ونص بنستعد للبطوله دي. وده طبعا سنه ونص بتستعد. سنه ونص بتستعدوا بمعنى ايه؟ بتعملوا ايه؟ هو كابتن طارق في الاول خالص اول ما دخلنا قال لنا ان انا كاتب في اخر ورقه في التقرير بتاعي ان مصر بطلت العالم 2019 للشباب. طبعا بالنسبه لنا دي كانت مفاجاه شويه لان احنا كنا خسرانين بطوله افريقيا للشباب في الاول خالص،
وخدنا ال 15 في كاس عالم ناشئين، فدي بالنسبه لنا كانت حاجه يعني جديده علينا، تحدي يعني. تحدي كبير يعني، وفعلا ابتدينا يعني استعدينا ورفعنا سقف طموحنا لاعلى حاجه، واستعدينا كويس جدا وعملنا معسكرات، وبالتدريج كده وصلنا للتوب فورم بتاعنا، وصلنا للاداء اللي احنا طلعنا بيه ده في على مدار لحد البطوله يعني. بس ممتاز. لاعب كرة اليد المفروض يعني يكون ايه المواصفات اللي موجودة فيها كابتن محمد؟ لازم هيضحي بحاجات كتير. هيضحي؟ هيضحي بحاجات كتير. ما هو هيضحي طبعا، اللعيب في السن دوت عايز يخرج، عايز يسهر، عايز يعني يعيش حياته براحته، ياكل براحته، يشرب براحته. ده بيسلم نفسه بحرمان تاني، بينام في مواعيد معينة، بيصحى في مواعيد معينة، بياكل حاجات معينة. الكلام ده مثلا مش اسبوع 10 ايام نقول يستحملهم، ده على طول. فطبعا الولاد دول الحقيقه يعني كانوا من نموذج في التضحيه، التزام غير عادي، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كافئهم في الاخر يعني. وكانوا ما عندهمش مشكله ان هم يضحوا بكل ده خالص خالص، ليهم مواصفات برضو يعني زي ما بيقولوا بدنيه معينه المفروض تكون موجوده طبيعي طبعا. كان طبعا من منذ الصغر بقى طبعا، لما اول ما بيبداوا يلعبوا كره يد اصلا في مواصفات، في قياسات بدنيه بتتعمل للعيبه طبعا. ده بيبدا بقى ان هم عندهم لسه 8-10 سنين يعني. تمام. انا عايز اعرف، عايزك تكلمنا اكتر عن دور حضرتك مع الجهاز الفني، يعني حضرتك المحلل الفني لمنتخب مصر لكره اليد للشباب، يعني ايه المحلل الفني دلوقتي؟ اي جهاز فني طبعا بيتكون من مدير فني، مدرب، دكتور، مخطط احمال. في دلوقتي بقى لنا فتره مثلا على مستوى العالم دخل دور اسمه المحلل الفني. دلوقتي اي مباراه الفريق هيلعبها ما بقاش ينفع النهارده ان احنا نروح نلعب مباراه كده من غير ما نعرف حاجه عن المنافس، نازلين نلعب وخلاص. كان زمان الكلام ده. دلوقتي العالم كله، دلوقتي العالم الحديث كله بيعمل كده. قبل ما بلعب اي مباراه لازم اشوف الفرقه اللي احنا هنلعبها بتلعب ازاي، بيعملوا ايه في الملعب، ايه نقاط القوه، نقاط الضعف اللي عندهم، احنا هنشتغل عليهم ازاي. طبعا بعد كده بقدم التقرير دي للمدير الفني، بيبدا هو يشوف الكلام دوت. طب الفرقه دي عندها مشاكل هنا، يبقى احنا لازم نعمل كذا كذا كذا. بيبدا هو يحط خططه والاستراتيجيه بتاعته بناء على التقرير اللي بتتقدم عن الفرقه اللي احنا بنلعبها. بس هو ده كان دوري مع الفرقه من قبل بطوله افريقيا، ما نبدا بطوله افريقيا. الحمد لله ربنا كرمنا، كسبنا بطوله افريقيا في شهر 9، كملنا بنفس السيستم لحد كاس العالم لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى كرمنا الكرم الكبير ده الحمد لله. الحمد لله. اصعب مباريات كانت ايه بالنسبه لكم يا كابتن شهاب اثناء البطوله؟ هو طبعا المباراه كلها صعبه، بس لو هنقول مثلا حدد مباراه واحده اكيد اكتر مباراه كانت صعبه بالنسبه لك. مباراه فرنسا في السيمي فاينال دي بالنسبه لنا اللي هي النصف النهائي. النصف النهائي اللي هي المباراة الوحيدة اللي انتوا ما توفقتوش فيها يعني، او ما كسبتوش يعني، خلينا نقول فيها. رغم ان انتوا كسبتوا فرنسا قبل كده يعني في المجموعات كسبتوها يعني. ايه اللي اختلف في المباراة دي؟ هو يعني طبعا ما فيش حاجة اختلفت يعني، نفس اللعيبة ونفس المجموعة، بس يعني اللي حصل شوية ممكن نقول شوية هفوات مثلا في المباراة التانية. واحنا الاول بدأنا المباراة طبعا بشكل حلو جدا، 4-0 في اول ماتش زي برضه مباراه الدور التمهيدي. بعد كده هم فرقوا عننا بفرق 5 اهداف يعني. فطبعا ما رمناش الفوطه، ما استسلمناش يعني، والفرق رجع تاني في اخر الماتش تعادل. بس حصل كده باد لك في كام كوره واتطرد من عندنا لعيب، هو ده الماتش خلص في نص دقيقه او في دقيقه يعني، ده اللي حصل في الاخر. بعد ما كنتوا فايزين في الاول اتعكست النتيجه يعني. وقدرنا نرجع تاني برضو، وصلنا تعادل في اخر الماتش، وبعد كده طرد مننا لعيب لحد ما فرقوا بجونين. طيب كمحلل فني شايف ايه اللي حصل؟ يعني احنا فوزنا قبل كده في المجموعات على فرنسا، ايه اللي اختلف في يعني كابتن شهاب طبعا قال لنا هو من رايه يعني او من وجهه نظره ايه اللي حصل؟ حضرتك كمان بيبقى لك تقييم في الحاله دي يعني، تقول مثلا ايه اللي حصل، ليه ما كسبناش؟ مباراه فرنسا الاولى باللغه الرياضه بتاعتنا احنا خطفناهم في الملعب. هم نازلين بثقه كبيره، كعبهم المفروض اعلى، نزلنا المباراه فاجئناهم باسلوب لعب وكذا، فالمدرب بتاعهم بدا يتوتر، بدا يخرج لعيبه عنده، ينزل لعيبه خلاص، هم خرجوا من الجيم. انت فاجئته بادائك اللي هو ما كانش متوقعه خالص. وصلنا بالفرق ده لفرق 9. طبعا المباريات دول قبل النهائي، المباريات اللي هي خلاص الاخيره دي بتختلف تماما عن الدور التمهيدي. هم برضو ذاكروا كويس واستعدوا كويس للمباراه، ضافوا لنفسهم لعيب مهم جدا ما لعبش المباراه الاولى، لعب معاهم المباراه الثانيه، كان برضو لعيب مؤثر جدا. حصل عندنا برضو شويه اجهاد ذهني شويه، احنا لاعبين 9 ماتشات في 13 يوم، الموضوع شويه كان ذهنيا بدا ياخد من الولاد، الماتشات كلها على حمل عالي قوي، فطبيعي ان عارفك برضو التركيز لما بيقل شويه في مباراه زي دي، هي في الاخر هي كوره هنا كوره هنا، الماتش هيخلص. فعلا في كورتين ثلاثة كده راحوا مننا يعني، أخطاء بسيطة في المقابل حصل إن عندهم توفيق فالماتش خلص يعني. إنما مش فرق مستوى يعني، مفيش فرق في المستوى.
احنا عملنا المباراه كانت قريبه جدا وكنا ممكن نعدي الماتش، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان منتخب فرنسا ده هو اقوى منتخب في العالم في جيل 98. المنتخب دوت كسبان كاس عالم ناشئين، كاس عالم شباب، كسبان بطوله اوروبا، فيعني كنا صحيح نامل ان احنا نكسبه في الدور قبل النهائي، ولكن الحمد لله ما شاء الله، يعني الحمد لله يعني عملوا اللي عليه. في رايك كانت ايه اصعب المباريات خلال البطوله دي بالنسبه لنا احنا؟ اصعب مباريات اللي خدناها؟ هختلف شويه مع شاف في النقطه دي. انا اصعب مباراه صربيا في دور ال 16. لسببين، اولا عشان هي دور ال 16، فعندنا في نظام كاس العالم مباراه دور ال 16 دي عنق زجاجه للبطوله كلها. انت بتبقى لاعب الدور التمهيدي، طالع اول ثاني ثالث رابع، انت خلاص صعدت الدور ال 16. دايما لما بتطلع اول او ثاني بتاخد سكه اسهل شويه. بس في اوقات كتيره جدا ممكن فرقه طالعه رابع تلاعب فرقه طالعه اول في دور ال 16 والرابع ده بيكسب. يعني احنا في البطوله دي اسبانيا خرجت من دور ال 16، المانيا خرجت من دور ال 16، السويد خرجت من دور ال 16، فدي كانت مباراه عنق زجاجه. صعوبتها اكتر كمان ان الجيل ده لعب من سنتين دور ال 16، كان برضه نفس الظروف، عمل دور تمهيدي على اعلى مستوى في المجموعه، حقق نتائج ممتازه، بيلعب دور ال 16 مع اليابان عشان يصعد. كسبانين طول المباراه بسهوله والدنيا ماشيه كويس، فقدنا التركيز في 3 دقائق، خسرنا المباراه. فالهواجس الماتش ده كان عند اللعيبه من قبل المباراه كانت صعبه جدا، يعني اللعيبه كانت نازله مباراه صربيا دي وكله بيفكر في اللي حصل من سنتين. ده غير ان المنافس كمان بلغه الرياضه برضه كان منافس ريزل. فرقه صربيا دي كانت فرقه عنيفه قوي، فرقه كويسه، فرقه برضه فيها شويه عشوائيه كده شويه. الماتش كان متعب جدا جدا، بدليل انه احنا خلصناه الحمد لله بهدف في اخر ثانيتين. يعني انا شايف ان دي كانت اصعب مباراه واصعب محطه لينا في البطوله. ممتاز. ايه المواقف اللي اثرت فيك اثناء البطوله يا كابتن شهاب؟ في مواقف اللي ما تنساهاش اللي حصلت اللي كانت مؤثره بالنسبه لك؟ بص عليكم، احنا في الاول اول لما وصلنا اسبانيا قبل ما البطوله نبتدي يعني الناس مش حاطه في دماغها قوي منتخب مصر جاي ينافس. يعني هو في منتخبات بيبقى عين الناس عليها، وفي منتخبات بتبقى داخله الناس عارفه ان هم داخلين تمثيل مشرف يخرجوا. طبعا مع بدايه البطوله وبالتدريج كده ماتش ورا الثاني ابتدينا ناخد بالنا ان الناس ابتدت تتكلم علينا، والناس ابتدت تبص لنا بصه مش معهوده علينا او جديدا. يعني لا، ده انتوا منتخب قوي، منتخب جاي ينافس، وسمعنا كده من سقف التوقعات ارتفع بالنسبه لكم. بالظبط. وفي طارق قال لنا ان في عضو مجلس اداره الاتحاد الدولي جه برضو قال انتوا فريق مرشح قوي جدا للبطوله. طبعا الحاجات دي كلها ادتنا دفعه، يعني حتى الجرايد عرفنا برضو في الاخر او في نص البطوله. اديتكم دفعه ولا خليتكم تبقوا برضو قلقانين متوترين انه العين عليكم، انه الناس متوقعه منكم الفوز؟ يعني انا عايز اعرف نفسيه اللاعب بتبقى عامله ازاي في الحاله دي؟ بص عليك، هو احنا البطوله دي غير ان شويه ان كله مستني منك انك ترجع له بالبطوله. ده بيديك حافز ولا برضو ممكن بيخلي فيه شويه توتر؟ هو بغض النظر عن ان ده هيدينا حافز او لا، احنا رايحين فعلا مش تمثيل، احنا بينا كمنظومه كجهاز وكلاعيبه مش رايحين نعمل تمثيل وشرف ونرجع تاني، لا احنا فعلا رايحين نكسب ننافس ونكسب ونكسب كاس عالم. يعني الموضوع ما جاش صدفه، احنا زي ما قلت لحضرتك احنا ثانوي بنعمل فتره اعداد، فالموضوع ما جاش صدفه. اللي جه صدفه يعني اللي جه علينا جديد بقى ان عين الناس اختلفت شويه علينا، ابتدوا يبصوا لنا بصه انتوا ابطال ماشيين، وده زي ما قلت لحضرتك ادانا دفعه كبيره جدا. هو ما غيرش حاجه، بس هو ادانا دفعه، لان هو كده كده الهدف الرئيسي ان احنا رايحين ننافس على البطوله. بس فده بالنسبه لنا المواقف الحلوه اللي حصلت يعني في البطوله. ممتاز. انا سمعت من كابتن شهاب يا كابتن محمد، هو تحليله يعني ليه الماتش الوحيد اللي ما فزناش بيه او ايه اللي حصل يعني في ماتشنا مع فرنسا في النصف النهائي، تحليلك انت ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ هل كان اجهاد؟ هل كان نصيب فقط؟ هل كان في اي اخطاء وقعنا فيها؟ يعني ايه اللي حصل؟ هنقول حاجه، بص هي مجموعه من الاسباب، يعني اولا الاجهاد ده سبب منهم. ده بقول لك احنا لاعبين قبل الماتش ده، دي كانت المباراه رقم 8 لينا في البطوله، فسبع ماتشات حضرتك عارفه كره اليد 6 قصاد 6، تخبيط في بعض طول الماتش، فاللعيبه فعلا بتخرج من المباريات منهكه جدا. الولاد لما كانوا بيخرجوا المباراه مثلا يعملوا ريكفري بتاعهم بعد الماتش، هتشوفي دراعاتهم لون ازرق من كتر الضرب والخبط مع زاد. حضرتك عارفه الاجسام الفرق الاوروبيه برضو اجسام قويه وعنيفه وكده، فالاجهاد ده خد شويه من اللعيبه، خد شويه من تركيزهم، دي حاجه. الحاجه الثانيه فرقه فرنسا المباراه الثانيه لا هم كانوا اجهز بكتير برضو من المباراه الاولى، اتعلموا الدرس، خسروا من مصر، فلا خدوا المباراه الثانيه بجديه اكبر. زي ما قلت في لعيب اضاف ليهم، لعيب مهم جدا جدا ما كانش موجود معاهم في الماتش الاول، برضه اللعيب دوت احدث الفارق شويه. بدلك في بعض الحاجات كده في الملعب حصلت، يعني اخطاء بسيطه كده حصلت في الملعب، طرد حصل في نهايه المباراه.
وهي المباريات اللي الفرق المباريات المتكافئه بتخلص كده، هي بتخلص بخطا هنا خطا هنا المباراه بتخلص. فده اللي حصل بس في ماتش فرنسا. طيب رايك ايه في اداء في ادائكم كابتن شهاب؟ انا عارف الواحد ما يقدرش يقيم نفسه، ولكن كفرقه كفريق شايف كنتوا بتادوا ازاي؟ ايه اللي كنت متوقعه لقيته؟ ايه اللي كنت متوقعه ما لقيتوش؟ هو احنا انا شايف ان احنا ادينا، يمكن دي اكتر بطوله احنا ادينا فيها على كل بقى المستويات، يعني بشكل جماعي بشكل بدني بشكل ذهني احنا مركزين طول البطوله ورتمنا ثابت. يعني احنا مثلا مش من في فرق يوم فوق ويوم تحت، يوم في النص، يوم تكسب يوم تخسر، احنا كان رتمنا ثابت طول البطوله. وده باين حتى في بدايه البطوله، يعني اول ماتشين يعتبر هم اقل ماتشين شويه فنيا في الدور المجموعات، لا احنا مش مدين بقى احنا نلعب على مستوى الماتش، لا احنا نازلين نلعب كل الماتشات بمستوى ثابت، وكل ماتش بماتش، يعني كل يوم بصفحه جديده ماتش جديد. فانا شايف ان احنا كان رتمنا بصراحه ثابت، واحنا مبسوطين جدا من ادائنا الجماعي والبدني لحد اخر ماتش. ممتاز. قولي يوم النصف نهائي مع فرنسا، احنا الحقيقه هنا كنا قاعدين حاملين همكم، يعني انه بعدها وانتوا تاني يوم عندكم بقى خلاص المباراه الاخيره. قولي بعد مباراه فرنسا انتوا كلاعبين تصرفتوا ازاي؟ تعاملتوا ازاي مع بعض؟ قلتوا ايه؟ في حديث دار ما بينكم؟ قعدتوا ساكتين؟ ايه اللي حصل؟ طبعا وبعد الماتش بالنسبه لنا الموضوع كان محبط جدا. يعني طبعا الموضوع كان ومطلوب منكم بكره تبقوا في احسن حاله. يعني هو كان كمان الماتش كان الساعه 2 تاني يوم، كان الماتش الساعه 2، فما فيش فتره طويله حتى احنا كلعيبه نسترجع نفسك يعني. نسترجع نفسنا حتى على التركيز، على مستوى التركيز يعني. بس بصراحه كابتن طارق ما اداش فرصه للكلام ده انه يحصل، للاحباط. هو بعد ما الحكم صفر وخلاص الماتش انتهى، مجموعه مننا كبيره جدا يمكن ما كانش، يمكن كلنا يعتبر كانوا محبطين نفسيا. كابتن طارق نزل وقال لنا لسه بكره في ميداليه، بكره في تحدي جديد، في تحدي تاني تالت مش زي رابع. يعني حضرتك لو بصيتي الفرق اللي بتخسر في السيمي فاينال في نص النهائي، الفرق المصريه خاصه غالب، يعني غالبيه الفرق دي بتاخد رابع لان هم خلاص هم نفسيا احبطوا. فاحنا كابتن طارق بصراحه ما دخلناش في المرحله دي، احنا اول مجرد ما خلصنا قال خلاص مش مهم، نستعد للخطوه الجايه، نستعد للخطوه الجايه لان دي منصه، يعني ده تتويج، دي ميداليه، يعني احنا مفيش غير فرقتين بس في مصر هم اللي حصلوا على ميداليه، في كتير خدوا رابع، في كتير خدوا خامس سادس سابع، بس ده تالت، دي ميداليه. فبالنسبه لنا موضوع مهم جدا لازم نركز فيه. بس تمام. طيب بما انكم يعني حصلتوا على الميداليه البرونزيه، انتوا كمان حققتوا ارقام قياسيه كتير خلال البطوله دي. خلينا نشوف الانفوجراف ده اللي فيه اهم الارقام القياسيه اللي حققها منتخبنا للشباب لكره اليد في اسبانيا، ونرجع نكمل.
اهلا بحضراتكم مره تانية. وانا عايز اعرف كابتن محمد، احنا شفنا كتير من الارقام القياسيه اللي حققها المنتخب الحقيقه وتفوق فيها حتى على فرنسا، يعني اللي هي فازت بالبطوله. قولي قراءتك ايه للارقام اللي احنا شفناها دلوقتي على الشاشه، ايه اللي بتتوقف امامنا؟ ده بيعكس المستوى اللي احنا قدمناه. انا عايز اقول لحضرتك على معلومه بس في الاخر. اتفضل. في الاخر البطوله بيختاروا افضل لاعب في كل مركز، فالطبيعي ان فريق طالع ثالث العالم، فالسبع لعيبه اللي هيتاخدوا اكيد يبقى فيه 2 3 من منتخب مصر. فوجئنا ان السبع لعيبه ما فيهمش ولا لاعب من منتخب مصر. فلما سالنا رئيس اللجنه المسؤول عن الاختيارات، قال لك لان انتوا افضل فريق جماعي لعب في البطوله، انتوا ما عندكوش نجم، يعني انتوا ما عندكوش لعيب سوبر. انتوا كلكم لعبتوا كويس. الفرقه الوحيده تقريبا اللي كانت ال 16 لعيب بنفس المستوى. احنا كل الفرق اللي بنلعبها مثلا هم في 7 8 9 لعيبه هم اللي شايلين الفرقه والباقي قاعد. فرقتنا احنا كنا ممكن في ماتشات كنا بقى ربع ساعه بنلعب بسبعه، ربع ساعه نخرجوا السبعه يخرجوا سبعه غيرهم ينزلوا. ففي النهايه احنا افضل فريق جماعي لعب في البطوله دي، كان شكلنا كويس جدا في الملعب. الناس كلها ردود افعال الدول اللي هناك اشادوا بينا اشاده كبيره جدا. مدرب فرنسا بطل العالم بعد البطوله ما خلصت جه قال لك انتوا ما بتلعبوش بمستوى فرق شباب، المستوى اللي انتوا لعبتوا بيه ده فرق درجه اولى. وانتوا كنتوا الاحق بالمباراه النهائيه. وانتوا لو كنتوا لعبتوا اي فرقه غيرنا كنا هنلعب معاكم نهائي، وان ماتشكم معانا كان اصعب مباراه بالنسبه لنا. واحنا استوعبنا الدرس بتاع اول مباراه. فانطباعات الناس اللي حصلت دي، وزي ما حضرتك شفت الارقام اللي طلعت دي، ان احنا اكتر فريق سجل اهداف في البطوله في تاريخ بطولات كاس العالم، 327 هدف في البطوله. ما رقم دي عمرها ما حصلت. ما فيش اي منتخب عملها قبل كده. ان احنا نكسب النهارده مش بس في البطوله دي، ده على مستوى البطولات عموما. كاس العالم 327 هدف في 9 ماتشات رقم كبير. احنا كنا زي ما حضرتك شفت برضه في الارقام سرعه الفريق عندنا، احنا اكتر فريق في البطوله يمكن ما جاتش دي مثلا عامل فاست بريك الهجوم السريع، احنا اكتر فريق عملناه في البطوله. فالحمد لله كان شكل الفرقه على المستوى الجماعي والمستوى الفردي ادينا بشكل كويس قوي، نال احترام الناس كلها يعني الحمد لله. ممتاز. طب كابتن، احنا شفنا زي ما حضرتك كنت بتقولي من شويه انه مش بس صربيا احنا يعني قدرنا ان احنا نفوز الحمد لله في اللحظات الاخيره، لا كمان مباراه النرويج، يعني فكره ان انت تبقى متعادل او حتى مش كسبان وتيجي على الاخر تقلب المباراه او نتيجه المباراه لصالحك، يعني دي حاجه احنا تميزنا بيها الحقيقه. النقطه اللي حضرتك بتقوليها دي من اهم مكاسب البطوله بالنسبه لنا. اتعودنا دايما على فرقنا المصريه برضو عموما ان انت لما بتكون خسران مع فرقه قويه خلاص يعني الماتش ايه بيهرب منك. انما مباراه النرويج حضرتك بتقوليها دي الفرق كان 5 للنرويج وبنلعب تقريبا في منتصف الشوط الثاني، ان احنا قدرنا نعوض الخمسه ونتقدم 3، ده مكسب كبير جدا جدا لينا. الكلام ده مش حكايه ان اللعيبه عندها ثقه بنفسها وان احنا هنقلب النتيجه، هي الثقه دي حاجه مهمه. الجانب البدني ان اللعيبه حاجه عارفه لما بتجري ورا النتيجه عشان تعوضي فرق وتتقدمي بياخد مخزون طاقه كبير جدا من اللعيبه، كانوا معدين كويس جدا للكلام ده وكده. ثالث حاجه الرؤيه الفنيه. انت النهارده مغلوب فرق 5، طب هتعمل ايه في الملعب؟ كان في سيناريوهات الجهاز الفني مجهزه من قبل المباراه، يعني كابتن طارق مجهز سيناريو لو اتاخرنا في النتيجه هقلب طريقه الدفاع من كذا لكذا، هغير اللعيب ده وهنزل اللعيب دوت. فعشان تقلب النتيجه وترجع في النتيجه وتعمل كامباك زي ما حضرتك بتقولي او كده، فده كان محتاج شغل فني بدني ذهني نفسي. اعتقد الفريق كان معدي ليه كويس جدا لانه حصل تاني في ماتش فرنسا. لو حضرتك تفتكر ماتش فرنسا في السيمي فاينال اتقدموا علينا فرق 6 وخلاص، يعني المباراه كده وصلنا تعادل في اخر 3 دقائق. فدي من اهم المكاسب اللي احنا طلعنا بيها البطوله دي، ان حته ان احنا العوده وان احنا عدم الياس ونرجع حتى لو بنلعب فرقه اسمها كبيره، لا مفيش مشكله يعني. طيب احنا طبعا مش عايزين واحنا بنتكلم ننسى ان احنا نشوف الميداليات ونوريها للناس، خلينا نوري المشاهدين برضو نرفعها كده الميداليات بتاعتنا. طيب دي ايه، كل لاعب حصل على ميداليه بقى من دول ولا؟ كل لاعب حصل البعثه كامله. البعثه كامله. والبرونزيه طبعا زي ما احنا شايفين. و ايه اللي مكتوب عليها او مرسوم عليها؟ هنا شعار البطوله. وشعار الاتحاد الدولي. ده شعار الاتحاد الدولي. البطوله ومن ورا الاتحاد الدولي. وده شعار البطوله نفسها. اوكي. اسبانيا 2019. طب معلش خليها من ورا كده نقلبها بس وثبتها لنا ثانيه هيصوروها. ايوه خليها كده زي ما هي. كويس. ده الشعار الاتحاد الدولي لكره اليد. تمام. وعلى الوش الناحيه الثانيه ده شعار البطوله. ده شعار البطوله نفسها. كاس عالم اسبانيا 2019. اوكي. تمام. قول لي كانوا بيتابعوكوا هنا في مصر يا كابتن شهاب الاسره طبعا وكده وبيشوفوا الماتشات، انتوا طول الفتره اللي انتوا هناك بيبقى في اي اتصال هنا بمصر ولا لا؟ هو احنا من اول ما سافرنا احنا ما بناخدش مباريات كل يوم غير نص ساعه. ليك الموبايل نص ساعه. مصحوبه مننا نص ساعه دي يا دوبك انت تكلم اهلك ولو لحقت تتكلم اي حد تاني
خارج اهلك يعني. بس فاحنا كنا نص ساعه يا دوبك اللي بناخدها، كنا فعلا بنتصل باهلنا وبنطمن عليهم وهم بيطمنوا علينا. مش كابل حضرتك في الاول احنا ما نعرفش حاجه، ما نعرفش حاجه في مصر ايه اللي بيحصل يعني. احنا عرفنا في الاخر خالص ان يعني الاجواء في مصر هنا مختلفه، ان الناس ابتدت تتكلم علينا، الناس ابتدت تشوفنا. الحاجات دي كلها ما نعرفهاش ولا الاخبار حتى نعرفها، لان احنا نص ساعه دوبك بنكلم فيها اهلنا ونطمن عليهم بس. الى اي مدى ممكن نقول ان اللي انتوا عملتوه يا كابتن شهاب، احنا طول الوقت واحنا هنا بنتابعكم وبنتكلم بنقول والله الشباب المصري اهو يقدر ان هو يعني اي حاجه بيحلم بيها لو ركز فيها واجتهد واداها بجد من مجهوده ومن ضميره هيقدر ان هو ينجح. يعني الى اي مدى ممكن نقول ان انتوا مثال وقدوه للشباب المصري ان هم كمان يقدروا يعملوا زيكم في اي مجال، مش شرط فقط في الرياضه؟ بص عليك، هو الفرق بيننا وبين الاوروبيين اللي الناس ما تعرفوش ان هو مفيش امكان، يعني مفيش فرق بيننا وبينهم غير حاجه بسيطه جدا، هي امكانيات. احنا كمصريين بنعوض الامكانيات اللي هي فرق ما بيننا وبينهم بشويه مجموعه عوامل، بالطموح، بالمقاتله، بالعزيمه، بالاصرار، كل دي عوامل بتوصلنا ليهم. لكن غير كده احنا الناس واخده فكره ان هم اوروبيين دماغهم مختلفة. لا لا لا، هو الموضوع مش كده خالص. انتوا اتغلبتوا على اقوى اثنين يعني، النرويج وصربيا. هما الناس دي بتعمل بيدوا كل حاجة حقها. السويد وفرنسا حتى فرنسا. في اول ماتش يعني. كل الفرق دي مدارس في الهاندبول، يعني مش مجرد ان هي منتخبات قوية، لا دي مدارس ليها سيستمها الخاص ولعبها الخاص. فالحاجات دي احنا اول حاجة ان احنا صدقنا الحلم، صدقنا الهدف. فكرة ان انت تصدقي ان انت توصلي، مش مجرد ان انا هاخد كاس عالم، مش مجرد ان انا هاخد ميداليه، لا، الفكره ان انا اصدق ان انا اكسب فرنسا الاول. احنا موضوع فرنسا ده ان احنا نكسبه ما نكدبش على حضرتك حاجه شبه مستحيله يعني. لكن بعد كده لعبناهم ودي قبل البطوله، ولعبنا السويد ولعبنا الدنمارك والنرويج. لا، احنا قريبين من الناس دي، مش بعيد خالص. وده فعلا اللي حصل في البطوله، زي ما كابتن محمد قال، هم كانوا نازلين اللي هو مصر هكسبها يعني، وانا كسبتهم كتير. بس طب كلمنا على مباراة السويد. فعلا السويد من أقوى وأهم المنتخبات في كرة اليد في العالم يا كابتن محمد. ده كان درس في المناورة. درس في المناورة. في المناورة بالظبط. إيه اللي تميزت بيه أو تميزنا إحنا بيه في المباراة دي؟ من قبل المباراة طبعا الاتحاد مشكورا كان نظم لنا معسكرات قبل البطولة هايلة. كان عندنا من ضمن المعسكرات معسكر في السويد. وإحنا هنلاعب السويد في كأس العالم. فإحنا رايحين نلعب السويد مباراة ودية قبل البطولة ب 12 يوم. فهنعمل ايه في المباراه دي؟ احنا عايزين نطلع باكبر استفاده من الماتش ده. الجهاز الفني عمل ايه في الماتش دوت؟ لعب تشكيلات غريبه، مش هي دي التشكيلات اللي احنا هنلعب بيها الماتش الرئيسي. دافع بطرق دفاعيه مش هي، يعني كل سيستم الماتش كله دفاع وهجوم وتشكيلات مش هو ده اللي احنا هنلعب بيه ماتش رسمي. ولعبنا المباراه، السويد طلعت كل اللي عندها، كسبونا فرق 9. فاحنا خسرنا الماتش ده فرق 9 من السويد قبل البطوله ب 12 يوم. الفوز ده اعتقد انه ادى اريحيه لمنتخب السويد، شافونا بمستوى هزيل، واحنا خرجنا من المباراه دي مستمتعين جدا بالهزيمه بتاعت فرق 9 دي، حسينا ان احنا ايه نجحنا وخدنا من الماتش اللي احنا عايزينه. ده الحوار بيني كده وبين كابتن طارق بعد الماتش لما رجعنا الاوتيل وكده، فبقول له يعني الدنيا هيبقى فيها ايه؟ قال لي لو هنبقى في حالتنا يوم الماتش هنكسب فرق 10. بالنص كده يعني. حتى كابتن هاني الفخراني المدرب العام كنت بتكلم معاه، قال لي ما تقلقش، قال لي خير ان شاء الله. ده واحنا النهارده خسرين 9. نزلنا المباراه ما شافوش قدامهم، ما شافوش قدامهم. فاجئناهم بقى طريقه دفاع غير اللي احنا لعبنا بيها خالص، اسلوب هجوم فاست بريك، جري، تشكيلات ثانيه في الملعب خالص. هم اتدربكوا في الملعب يعني، نازلين الماتش في اول الماتش فرق 2 3 4 5، حصل انهيار في فرقه السويد. طبعا كان درس كبير جدا ليهم يعني الماتش ده. فالماتش ده احنا كسبناه من المباراه الوديه اللي احنا لعبناها، مش من اليوم دوت. احنا ازاي هنستفيد، وده اخر سؤال لحضرتك وبعدين هرجع لكابتن شهاب، ازاي هنستفيد، نقدر نستفيد من الجيل الحالي للشباب في بطوله الرجال بقى الكرة اليد 2021؟ وده هدف الاتحاد يعني، الهدف اللي بيسعى له الاتحاد، التارجت بتاعنا الكبير كاس عالم 2021 اللي عندنا في مصر. فعشان كده اللعيبه فريق 98 تم صقله بعدد كبير جدا من المباريات الدوليه خلال الفتره اللي فاتت، كاس العالم وقبل كاس العالم وفي معسكرات. مش الهدف ان انت عايز حاجه في البطوله دي، اوكي دي مرحله، ولكن الهدف الكبير احنا عايزين نطلع باكبر عدد من اللعيبه دي تنضم للمنتخب الاول عشان يكونوا نواه وقوام للمنتخب ان شاء الله في 2021. توقعاتنا وامنياتنا ان شاء الله ان احنا ان شاء الله باذن الله 6-7 لعيبه هينضموا لقوام المنتخب الاول باذن الله، وكل واحد ومجهوده بقى في الملعب ان شاء الله يعني. ان شاء الله تستعدوا من دلوقتي بقى ان شاء الله يا كابتن. احنا داخلين معسكر بكره. داخلين معسكر بكره الصبح. الخطوه اللي جايه بالنسبه لك ايه؟
طبعا زي ما كابتن محمد قال، احنا كفرقه بقى مش يعني اي لعيب زي الخطوه اللي جايه بالنسبه له ان هو يلعب 2021. دي الخطوه الاهم في حياه كل واحد فينا، خاصه ان هي في مصر وان احنا راجعين من حاجه كويسه. ان احنا عملنا خدنا البرونزيه كاس عالم، دي حاجه كويسه. بس فبالنسبه لنا احنا اللعيبه دي الخطوه الجايه رقم واحد واهم حاجه، ان احنا نلعب كاس عالم 2021 في مصر. بعد كده بقى كل واحد يبقى ليه اهداف شخصيه، اكيد طموحات شخصيه. كابتن شهاب عبد الله شرفتنا ونورتنا والف مبروك، ويعني تحياتي لكل زمايلك الحقيقه في الفريق، كلكم اسعدتونا وشرفتونا، رفعتوا راسنا لفوق يعني. ان شاء الله مستنيين منكم كتير الفتره اللي جايه، ربنا يعينكم ويقويكم. شكرا ليك وشكرا لكابتن محمد سليمان. طبعا مره تانية الف الف مبروك يا كابتن، وربنا معاكم بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا على الدعم والاهتمام الجميل ده، ربنا يخليك. العفو، شرفتونا، بنشكركم. وخلونا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع مع مواجهتنا الثانية عن مستقبل العلاقات الأمريكية البريطانية. استنونا.